حبودة. رحيم باشا، منورين الجراشة يا باشوات. عايزينك معانا في مشوار هيطلع لك منه لقمة عيش حلوة. بدل شوية الفكة دول اللي أنت عملت لماما. بس وحياة بنتي، لو سبتنا في وسط السكة زي المرة اللي فاتت هتزعل. لا، عبودة خلاص عرف غلطته، وعارف إنه لو عملها تاني مش هيلحق يزعل. مش هتلحق. ها؟ طب بص يا باشوات، لو الحوار في دم وعوق زي المرة اللي فاتت مفيش ولا راجل جاي. ما تزعلوش مني، يا روح ما بعدك روح. لا ما تقلقش، مفيهوش دم. طب ايه المشوار؟ رسين؟ يعني مشوار خفيف كده. المهم انت حضر لي 20 راجل ومعاهم كام حتة سلاح لزوم التأمين. 20 راجل وشوية سلاح، مشوار خفيف. طب يا باشا ما تقول لي ايه التيتا؟ التيتا؟ لا ما تقلقش، التيتا هتبقى حلوة. قولي لي الرحله كانت كويسه؟ الحمد لله تمام. تعال اقعد جنبي. وحشتيني قوي قوي قوي. حاسني شايفه زكريا قدامي. الله يرحمه. نسيت اعرفك. ريم بنت انكي الحلمي صاحب رحيم. هاي فرح. ريم ازيك؟ كله ايه فرح؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، مبسوطه قوي اني شفتك. وانا كمان. ها قولي لي بقى، على غايه امتى؟ جايه اظبط حاجات كده تبع الشركه اللي انا شغاله فيها، عايزين يعيدوا فتح فرع للشركه هنا في مصر، يعني وانا جايه هندل الامور. يعني قاعده معانا فتره كبيره؟ لا مش زي ما انت متخيل، حدوته كلها ممكن تخلص بسرعه. المهم عايزك من هنا لحد ما ارجع المانيا، عايزك تفكر في حاجه. جايه بالعروسه المانيه ولا ايه؟ لا عايزك تيجي تعيش معايا في المانيا. عبد الله على السلامة. وحشتني. انت كمان. خير يا جماعة، وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجة. مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجة على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجة، انا بس كنت بتاكد ان بتقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكولي ابو تعالي، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم. رحيم ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ هنرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا هنرجع المركب. داليا انا مش عارفه دي. سهلة، ازاي مش عارفاها؟ 3 × 4 كام؟ 7؟ لا ازاي بس؟ 3 × 4 مش 3 + 4. مش عارف. 12 حبيبتي، اكتبي 12. شوفي اللي بعدها بقى. 3 × 5؟ 8. ازاي يا رنين بس؟ 15. هي سوهي لسه ما رجعتش؟ لا لسه. رنين انزلي بسرعة تيجي علبة سجاد من تحت، اللي نسيت اجيبها امبارح. هو انت عايز تقومها من على مذاكرتها عشان تنزل تجيب لك سجاير؟ ما تنزل انت. فيها ايه؟ ما هي هترجع تكمل. يلا بس يا رنين، انا مصدق. استني يا رنين، لو سمحت ممكن نتكلم لوحدنا شوية؟ رنين خشي جوه. مش كفاية بتسيبوها ترجع من المدرسة لوحدها ومفيش أكل في البيت، وكمان عايز تقومها من على مذاكرتها عشان مزاجك؟ وإيه المشكلة؟ ما هي كل يوم بتتصرف وبتعمل أكل لنفسها. تتصرف إزاي يعني؟ دي لسه عيلة. طب افرض في يوم هي قاعدة لوحدها في البيت ونسيت الغاز مفتوح، دي ممكن تموت. قولي الكلام ده لأمها، أنا ماليش دعوة. أنت هتفضل طول عمرك كده؟ مالكش دعوة؟ تخلف وترمي
مش مهم، خلي امها تربيها او ما تربيهاش. بص يا داليا، انا اللي فيا مكفيني، واخر حاجه عايزها ان حد يلومني على حاجه. انا بقى لازم الومك عشان انا ما لومتكش على اللي انت عملته معايا من زمان. انت طول عمرك مخليني حاسه ان انا يتيمه مع انك عايش. انت عارف يا بابا، انا عمري ما حسيت بوجودك. عارف يعني ايه بنت تحس ان ملهاش ظهر؟ عارف يعني ايه احس طول عمري ان انا خايفه؟ لان انا عارفه اول ما هتسند عليك هقع. شفت بقى انا ليه لازم الومك؟ لما انا وحش قوي كده ما خفتيش اوقعك ليه وانت مستخبيه عندي هنا؟ علشان انت وقعتني من زمان اصلا. بقول لك عمنا، ادينا أربعة شاي في الخمسينة كده وزود فيهم واحد سكر. سيد مزود الرجالة أوي اللي بحرسوا المركب. طالما مزود الرجالة يبقى قلقان. تسلم. وأحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. أيوة بس إحنا هنسيطر على الليلة دي إزاي؟ أنا مجهز خطة. خطة إيه يا رحيم؟ إحنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك إن إحنا هندخل من الباب؟ يا قلب امك كملي يا بسمه. وبعدين مفيش.